حبينا انه نعمل فكره جديده لانه لقينا انه في الوضع الاقتصادي عم بيتدهور وصار في شويه هلع عند الناس اللي فاهمين انه يكون في بلكي جوع ضيقه ما بقى في سيوله. من هون اجت فكره سوق المقايضه وبتشوفوا كيف انه فينا بطريقه كثير سهله إن نتعامل من دون مصاري لحتى عن جد نرجع القيمه والحياه لدورتنا الاقتصاديه. شخص لعنا وعلى الاستقبال بيعطوه ورقه وكارنيه بيكون شكلها مثل هذا الشيء وبيفوت هو بنيه انه يقايض، سو المفروض يكون معه يا خدمه هو بده يقايض فيها او منتوج وهو بيقيم خدمته او منتوجه حسب ما هو بده. ونحن عم نستعمل عمله جديده بس اليوم اسمها عمله وحده وطن، سو هو بسعر بوحده وطن. انا بقدم خدماتي كطبيب، كل معاينه بوحده وطن. يلا منيح هيك، يعني هلا هو وحده وطن مثل ما فهمت انه هي رابطه خبز هيك. وبعدين الخدمات للاسف صارت كثير غاليه بمجتمعنا، سواء كان الطب او كان المحامي او المهندس او غيره. هودي لازم نحن نرجع لحجمنا، انه قد ما اكون انا طبيب بالنهايه انا محتاج للفلاح اكثر ما هو محتاج لعبه، هو في يعيش بدوني انا ما فيني اعيش بدونه. هيدا نهار كتير مهم ببشري، لانه اذا بنرجع بنشوف قد ايه نحن قادرين ننتج، ان كان منتوجات ان كان خدمات او ان كان اي شغله بنقدر نعملها حتى منتوجات يدويه، ونفوت بهيدا السيستم يلي هو منقايض في بعيدا عن سيستم المصارف والاموال. اول شيء بنرجع للاكتفاء الذاتي الى حد ما، ثاني شيء بترجع الروابط الاجتماعيه تقوى بيناتنا، واذا رجعنا نحن كمجتمع قوينا بنقدر نتصدى لكل الازمات يلي موجوده، وبنرجع بايد وحده بنقدر نقوم ببلد يلي نحن هلا عم نحلم فيه.